الجزء دي ان شاء الله. فزي ما عملنا كده الادي الجميله دي، احنا ممكن نعمل الابديت الجميله لاختها ونعمل الديليت. انا هعمل الابديت لان هي اقرب حاجه للاد، اقرب فكر جدا للاد. انا هاخد الفانكشن بتاعت الاد دي الجميله دي كلها اسمها ادي دي، وجاي اعمل ايه؟ والله احنا هنسميها ابديت ان، وبرضه ببقى بشيك على الباري وبقراه، بقرا كل حاجه الانديو ادي والايميل والجوب والسالري والغير دي هم هم، بس انا ما بقاليش على ادي انجليزي، بقالي على ايه؟ ابديت انجليزي. اعتقد ان هي تاخد نفس البارامز، ايوه الحمد لله تاخد نفس البارامز، الاي دي والنيم والجوب والسالري والاتش دي، جميله جدا. بس اتاكد ان هي بترجع لي ترو فولس زي الثانيه، يعني لو رحت كده على الابديت ادي ابديت انجليزي لا كانت بتريتيرن رساله يا اما انكلوي ابديت سكسسفول يا اما بتريتيرن كان نوت في ان او مش عارف ايه. قلت له لا معلش انا مش عايزها تعمل القصه دي، انا هغيرها خليها بتديك تدي رساله تطلع عادي، واما تيجي تريتيرن ليا خليك تريتيرن ترو لما تبقى تمام. او تريتيرن فرصه لما يكون الدنيا مش تمام، او تريتيرن فرصه عشان بس انا ايه دي اظرف. البرنتات دي ملهاش اي لازمه في الحياه، يعني زي ما انتم عارفين ملهاش اي لازمه في الحياه. اللي يهمني الايه؟ الريتيرن فاليو، يعني هي دي بشتغل عليها. ولذلك قضيت عندي هنا بقت كده تمام، باخد برضه البيانات هي وبنقيها هي وببعتها، بس ببعتها لفانكشن اسمها ابديت. فانا ممكن طبعا الحته دي اخليها جوه فانكشن ثانيه واقسم بقى شغل، مش مشكلتي دلوقتي خالص. ولو كانت ابديت سليمه ببعت له النتيجه اللي سليمه، لو كانت مش سليمه ببعت له مش سليمه، والكود بيتقفل والدنيا يعني هي هي. بس هنزود اليو ار ال الجديد ان بدل اد بوست هقول له اد ايه؟ اد بوت. فاهم؟ انا داعي عنوان على بوت، وهو برضه على فلاش ام بي عادي، بس بنادي على الفانكشن اسمها ابديت الايه؟ الام بي. فاهم؟ بنادي على الفانكشن اسمها ابديت ام بي. يبقى نفس القصه بالظبط، بس ونادي على الفانكشن مختلفه. طبعا محتاج ان انا ارستر السيرفر. تمام؟ رسرت السيرفر وراء على البوست مان اضيف عنوان جديد. اخد طبعا الكلام ده كده كابي عشان انا هعمل ابديت عليه، وهقول له نيو ريكوست، وهقول له ابديت داتا، وطبعا هنا النوع هيبقى بوت ولا هو بوست ولا هو مش عارف ايه، وهيبقى 800 على كونتينيو واحد، وفي البادي هنخش على رو ونبعتها جيسون، وهي نفس البيان مثلا نفس الموظف 1113 عمر صابر. هنخلي مثلا باك اند ويب ديفلوبر مثلا، يعني وليكن دي اسمه وظيفه بس عليه بدعم، وبدا 15000 مثلا، وبقى هذا انا غيرت اسم الوظيفه وغيرت المرتب، وتعالى نقول بسم الله نسند الكلام ده ونشوف الدنيا هتعمل ايه. عملنا سند